إذا التعليم المبني على المعايير ضروري 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 لجميعنا أن ندرك أنه فلسفة ونهج تفكير معين مستقى لربما. أنا دائما أقول أؤمن بباولو فريري ومسألة أن كل التعليم سياسي وكل التعليم فيه نوع من السياسة أو نوع من النهج، إن كانت السياسة تعني النهج أو الطريق المعين. تؤمن تماما بالديمقراطية، تؤمن بأن كل الطلاب يستطيعون أن يتعلموا، كل الطلاب يستطيعون أن يصلوا إلى نفس المهارات، يعني مش لأن طالب لو طالب عادي، طالب يعني ما عنده صعوبات تعلم، ما عنده أي مشاكل دماغية عقلية وهكذا، الطالب العادي كل واحد منهم قادر على أن يتعلم بنفس الدرجة وأن يصل إلى نفس المعايير إلى نفس المهارات، ولكن قد يختلف الوقت، البيسينج، the pace، ربما هذه الوتيرة قد تختلف من شخص إلى آخر. واحد ممكن أن يكتسب المهارة في شهر، وطالب آخر لربما يحتاج إلى شهرين ثلاثة أربعة، ولكن كلهم يستطيعون أن يدركوا أو يكتسبوا كل المهارات المطلوبة، وإنما الوقت يتفاوت، ودائما نحن نقارنهم بالمعيار وليس ببعضهم بعضا وليس بالكتاب ولا تختلف من معلم إلى آخر وهكذا. فإذا جدا مهم أن ندرك الفلسفة خلف مسألة التعليم المبني على المعايير، لأنها ممكن أن تضع الأشياء في نصابها. لماذا المعايير؟ ما الهدف منها؟ ما السبب البيداغوجي الكبير الذي نشتغل به من خلال المعايير؟